السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى فيديو جديد. هاي دورة لغة السي كنا وقفنا عنها بالزمانات، فقلت خليني أتابع فيها لأني لقيت صراحة كتاب متعلق يعني بالمواضيع البرمجية وفي عدة مسائل من لغة السي، فقلت خليني أنشره هنا. أنا صراحة كنت أحاول أنشره على قناة ثانية هون، بس مشكلة إنه هذيك القناة ما عليها اشتراك، فقلت خليني أنشره هون مشان أستفيد مثل ما أفيد. طيب، البرنامج الأول هو عبارة عن كتاب تقسيم أو كتابة يعني برنامج لتقسيم الطلاب، بمعنى إنه نعمل تقسيم لمستويات الطلاب. يعني على سبيل المثال إذا طالب مثلا كانت نسبته فوق 60 فبكون من القسم الأول، إذا طالب نسبته فوق 50 بكون من القسم الثاني، إذا كانت نسبته فوق 40 مثلا من القسم الثالث، إذا كانت أقل من هيك بكون الطالب راسب. طيب، أول شيء خلينا نعمل الرسوم البيانية حول طريقة سير عمل البرنامج. البرنامج راح يكون بالشكل التالي: أول شيء راح يكون عندنا ستارت أو البداية، بعدين راح نقرأ المدخلات أو النسب تبعت الطالب. في حال كانت النسبة أكثر من 100 فراح نقول إنه غير صالحة وراح نقوم بإنهاء البرنامج. في حال كانت النسبة أكثر من 60 أكثر أو تساوي 60 يعني راح نعتبر الطالب من القسم الأول. في حال كانت النسبة أكبر أو عفوا أقل من 60 وأكثر أو تساوي 50 فراح نعتبر الطالب من القسم الثاني. في حال كانت القسمة أو يعني في حال كانت النسبة أكثر عفوا أقل من 50 وأكثر أو تساوي 40 راح نعتبر الطالب من القسم الثالث. ما عدا ذلك راح نعتبر ديسبلي فيل أو بمعنى إنه الطالب فشل. طيب، طبعا فيكم تعملوا البرنامج على النت بينز أو فيكم تستعينوا ببعض المواقع اللي بتعمل لك أونلاين شو اسمه IDE. أنا صراحة قاعد بستعمل ريبلت مشان هيك فيني أشارك الكود معكم بشكل مباشر، مشان هيك راح أحط لكم رابط الكود تلاقوه أسفل الفيديو. طيب، موقع ريبلت فيكم تلاقوهون، بس تروحوا تدوروا على ريبلت هذا. طبعا فيك تعمل لوج ان او تعمل ساين اب، انا عندي حساب فبعمل لوج ان. بعد ما تعمل لوج ان تعمل كرييت. حاليا تختار القالب اللي بدك تسويه، هل بدك تسوي مثلا بلغه ال HTML CSS جافا سكريبت او جافا او غير ذلك. احنا بدنا نسوي بلغه السي. بعدين بدنا اسم المشروع، فراح نقول له مثلا student division. انا يعني صراحه سويت واحد بهذا الاسم فراح اعطيه اسم اثنين. بعدين راح اعطيه create ribbon حسب، بس مشان اتاكد ان البرنامج شغال بس تعطيهم بلاي بس يشتغل شوي. طيب مش الحال، نعطيه run هون عفوا مش بلاي. طيب هاي طلعت الهلو وورد، معناته البرنامج شغال. طيب حاليا بدنا نسوي او نمشي بالخوارزميه اللي قلناها. اول شيء بدنا نقرا المدخلات، بس حتى نقوم بقراءة المدخلات شو بدنا نسوي؟ بدنا نعرف متغير جديد. راح نفرض انه المتغير من نوع انتجر، يعني مشان نسهل المسألة، بمعنى انه انتجر او اعداد صحيحة، ما فيش اعداد او فواصل عشرية. طيب، راح انتجر ري. هاي اول شيء. بعدين راح نطلب من المستخدم نقول له رجاء ادخل نسبة الطالب. فراح نقول له برنت اف. راح نقول له please insert the percentage of students. طيب، بعد ما قرأها او بعد ما ورجينا هاي الرسالة للمستخدم، المستخدم راح يدخل رسالة مشان نقرأ هاي الرسالة او عفوا نقرأ النسبة. مشان نقرأ النسبة لازم نستخدم علامة scan f او function scan f. طبعا اول شيء لازم نشير لنوع المتغير، بعدين بدنا اسم هذا المتغير مسبوقا بعلامة الاند. طيب، حاليا نسعى الخوارزمية اللي قلناها. في حال كانت النسبة اكثر من 100 فهذا يعني انه شو؟ انه النسبة اللي ادخلها غير صالحة. يعني if pre اكبر من 100 ففي ساعتها او ساعتها يعني راح نقول للمستخدم او راح نطبع المستخدم والله النسبة اللي ادخلتها يا حبيبي غير صالحة، فعشان هيك راح ننسخ هاي هون كله برنت اف البرسنتج از انفاليد. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية في حال كانت النسبة أقل من 100 فوق 60، فعشان هيك راح نقول له else if كانت النسبة لبري. طبعا حاليا استثنينا فوق المية، فتحت المية احنا حاليا كله تحت المية، ففينا نقول مباشرة انه بري اكبر من 60. وفي هاي الحالة نطلع للمستخدم نقول له
انه الطالب في القسم الاول. The student is in the first division. هاي في حال كان شو؟ في حال كانت علامة فوق الستين واقل من مئة. هسا عندنا شو؟ احتمال الثالث في حال كانت النسبة فوق الخمسين وتحت الستين. يعني فبدنا نقول له else if. else if كانت برسنتج اكبر من او اكبر او تساوي الخمسين and بمعنى و percentage اصغر او تساوي الستين، ففي هاي الحالة بكون الطالب من القسم الثاني. الحالة اللي ظلت معناه انه الطالب يكون تحت الخمسين وفوق الاربعين. بس فينا ننسخ هاي، نلصقها ونبدل الارقام والكلمة. يعني else if اذا كانت العلامة اكثر من اربعين اقل او تساوي الخمسين، ففي هاي الحالة بكون الطالب من الثيرد فيرجن. طبعا هون ضربناه شوي للطالب، يعني الطالب اللي علامته اربعين انضم للقسم الثالث. هو الاحسن نقول له انه اكثر من اربعين، بس انا حطيته على اكثر او يساوي، بس مش مشكلة. طيب ظلت عندنا حالة واحدة إلس، يعني في حالة أخرى إنه كانت النسبة غير ذلك، يعني الحالة يعني نحكي أقل من 40، فبنقول له display full. طيب حاليا خلينا نجرب البرنامج، نعطيه run. فبقول لك please insert percentage of student. طبعا طلعت العلامة هون لأنه مانيش حاطه هون backslash n. إذا بدك إياها تطلع السطر الثاني فيك تعطيه backslash n، يعني حط backslash n عشان تنتقل شو؟ عشان تنتقل الكتابة للسطر الجديد. إذا بدك هون كمان نفس الشيء، هاي backslash n. هسا ننزل يعني سطر القراءة لسطر جديد. بقول لك please insert percentage of student. حاليا المفروض إذا دخلنا نسبة أكثر من 100 إنه شو يقولنا؟ إنه يقولنا the percentage is invalid. فعشان هيك بعطيه مثلا 110. بعدين تعطيه انتر. يقول لك percentage is invalid. طبعا لازم كل مرة تعطيه run. هسا لنفرض إنه أعطيناه نسبة أكثر من 60 وأقل من 100، يعني مثلا نعطيه 75. المفروض حاليا الطالب يكون بالقسم الأول. أعطيته ستوب يا أخوان. أعطيه run مرة ثانية. أعطيه 75. بعدين اعطيه انتر. بقول لك the student is in the first division. طيب run مره ثانيه، لنفرض انه النسبه قديش؟ خلينا نقول فوق ال 50 وتحت ال 60، يعني 55 مثلا. بقول لك the student in the second division. طيب لنفرض انه الطالب حاليا موجود في قديش؟ 45 مثلا. the student in the third division. طيب في حال اعطينا نسبه غير هيك، طبعا اذا حطيناها اكثر من 100 راح شو؟ راح يقول لنا انه نسبه غير صالحه. بس المفروض اذا اعطيناه اقل من 40 راح يعطينا النسبه شو؟ انه فيل او ديسبلاي فيل. يعني اعطينا 39 مثلا راح يعطينا ديسبلاي فيل. طيب بس حبيت اورجيكم او اشارككم في هذا الدرس حول طريقه كتابه برنامج لتقسيم الطلاب. خلينا نقول فيديو ونلقاكم فيديو. السلام عليكم ورحمه الله. طيب انا صراحه بعد ما خلصت تسجيل انتبهت لهي النقطه، انه هون في بعض الشرطين او بعض الشروط متضاربه مع بعضها. على سبيل المثال هسه هون لحد هاي النقطة الأمور بخير، بس هون على سبيل المثال إنه إذا كانت النسبة أكبر أو تساوي 50 والنسبة أصغر أو تساوي 60. هسه النسبة هون أكبر من 60 ما فيش مشكلة، هون أصغر أو تساوي 60. الشرط اللي بعده هون إنه حاطين إنه شو؟ إنه هون أكبر أو تساوي 50 وهون أصغر أو تساوي 50. هون مش راح يمشي الحال، لأنه هون يعني احتمال يصيب القيمة 50، فبدي أهم هذا الشرط أو هذا الشرط بدي يتحقق. فعشان هيك يعني لازم نعدل على أحد الشروط. فراح نقول له مثلا إذا كانت النسبة أقل من 50 هون، يعني هون أكبر أو تساوي 50 راح يكون الطالب من القسم الثاني. القسمة أو النسبة أقل من 50 فالطالب راح يكون ضمن القسم الثالث. طيب هي بس المفروض إذا حطيناها 50، هي 50 راح تعمل مشكلة. فأعطينا 50 مثلا. The student is in the second division. انه هذي القسمة اذا كانت القسمة مع الخمسين اكبر او تساوي 50. اذا كانت اقل من 50 حاليا واكبر او تساوي 40 فالطالب راح يكون ضمن القسم الثالث. طيب بس حبيت انبهكم انه تنتبهوا الى تضارب الشروط احيانا، يعني كنت مسوي يعني شرطين متضاربات مع بعضهم، يعني واحد اصغر او تساوي واحد اكبر او تساوي، هيك ما يمشيش الحال. حاليا المفروض انه يمشي حال البرنامج. طيب بحط لكم رابط التطبيق هذا او يعني البرنامج هذا البسيط اللي عملناه اسفل الفيديو. فيكم تنسخوا الكود بشكل مباشر او فيكم تعملوه انتم انه تعملوا ريبليت، بمعنى انه يصير الكود عندكم مباشره بدون ما تحتاجوا لنسخ او لصق.
السلام عليكم.